أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي إنا تمت الموافقة على مد فترة تجديد الحضانات 6 أشهر لحين توفيق أوضاعهم. وفي المنيا تم الكشف الطبي على 1250 حالة خلال قافلة طبية مجانية. نروح للشرقية بسنت، تم تدشين معرض مجاني لتوزيع الأثاث على الأسر الأولى بالرعاية. وفي الغربية تم تحصين حوالي 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار. تفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات هنشوفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا وافقت المحافظة على مد فترة التجديد للحضانات اللي بتعمل بترخيص مؤقت من 6 شهور لعام، بشرط أن يكون ملف التجديد مستوفى بالكامل من الصحة والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية، وده ضمن عرض الصعوبات والتحديات اللي بتواجه توفيق أوضاع 97 دور حضانة على مستوى المحافظة وبحث تذليل كافة العقبات وتيسير إجراءات استصدار أوراق الترخيص بما يتفق باللوائح المنظمة لها. في المنيا أعلنت المحافظة توقيع الكشف على 1250 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية نجم التابعة لمجلس قروي حلوة بمركز مطاي ضمن مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وده ضمن خطة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ولجميع المواطنين في أماكنهم. في الشرقية شاركت مديرية التضامن الاجتماعي في تنظيم معرض لتوزيع الأثاث المنزلي مجاناً على 175 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى بني حسن وعزبة العرب والمتيني والشوافين وقصاصين بمركز أولاد صقر، وبيستهدف المعرض إدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم. في الغربية أعلنت مديرية الطب البيطري إن إجمالي ما تم تحصينه بلغ 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدر الأغنام والماعز على مستوى المحافظة خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024، واللي بتستمر لنحو شهر مع اتخاذ كل تدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة. في المنوفية شهدت المحافظة استلام معدات المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 15 مليون جنيه، وده في إطار تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة أنه تم توزيع 103 ألف شجرة لزراعتها بكل مراكز ومدن المحافظة، وده ضمن خطة تكثيف زراعة الأشجار المثمرة بنطاق الجهات الحكومية والجزر الوسطى بالشوارع والميادين وعلى جانبي الطرق للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.